دلوقتي خلينا نروح لموجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا مع زميلتنا هلا الحملاوي. تفضلي هلا. بشكرك مصطفى جدا، أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا واصل تدريباته على استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية استعدادا لخوض منافسة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 واللي هتنطلق يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار. واشتمل المران على العديد من التدريبات والجمل الفنية والتكتيكية. الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قرر استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 واللي هتنطلق يوم 13 يناير، وده بعد إصابة أحمد نبيل كوكا في أربطة القدم بتدريبات امبارح. بيستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق في مدينة أبيجان بكوت ديفوار في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قرر إقامة مباراة ودية بين لاعبي الفريق الأبيض على ملعب النادي بدلاً من خوض التدريب بصورة طبيعية. قام الجهاز الفني للفريق بتقييم اللاعبين للفريق لخوض المباراة، وده لتجهيز اللاعبين استعداداً للفترة المقبلة. منتخب مصر للرجال لكرة السلة توج بلقب البطولة العربية للسلة بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 87-62 في إطار منافسات نهائي البطولة العربية واللي أقيمت بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. توج منتخب ليبيا بالمركز الثاني وفضية البطولة، بينما حصل منتخب تونس على البرونزية والمركز الثالث بعد التغلب على منتخب الإمارات. الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين فيفا برو كشف عن القائمة المختصرة المرشحة لتشكيل المثالي خلال عام 2023 المنقضي، وشهدت قائمة فيفا برو تصدر كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، وليونيل ميسي مهاجم انتر ميامي الأمريكي، وكيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان. ريال مدريد حقق الفوز على فريق ريال مايوركا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الأسباني. كمان باريس سان جيرمان توج بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الثانية على التوالي، وده بعد فوزه على فريق تولوز بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب حديقة الأمراء. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لمصطفى ومنا ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. أعتقد عندكم دلوقتي استكمال للرياضة. أكيد هنكمل كلام اللي ابتدأتيه هنا. شكرا جزيلا ليك. اتفضل.